مدينة الصدر، حيث شهدت ليلة دامية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 15 متظاهرا خلال محاولة القوات الأمنية فض تظاهراتهم الليلة الماضية. وأقرت خلية الإعلام الأمنية الاستخدام المفرط للقوة خلال مواجهات مع محتجين في مدينة الصدر. وأشارت خلية الإعلام الأمنية إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه بسحب جميع قطاعات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بقطاعات الشرطة الاتحادية، مؤكدة بدء إجراءات محاسبة العناصر الذين ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة ضد المتظاهرين.